ثم أن فترة خروج اليمن إلى خروج الحجة صلوات الله وسلامه عليه أقصاها 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 9 أشهر. قاعد انتظر 9، قاعد انتظر 9 أشهر أقصى انتظر 9 أشهر مو أكثر، هذا أقصى على أكثر التقادير. الإمام الصادق عليه السلام في تفسير بعض الآيات القرآنية قال: وقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض، يقول الإمام يعني بذلك الشيعة وضعفائها، ضعفاء الشيعة، يقولون إلى قوله وقوله وما هي إلا ذكرى للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: قال اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه. يعني الإمام سلام الله تعالى عليه يقول عن هذه الآيات اللي هي من سورة المدثر: وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الإمام سلام الله يقول هذا اليوم الذي تكلم عنها الآيات قبل خروج القائم، قبل قيام القائم سلام الله تعالى عليه، بنفس كلام الإمام الصادق يقول من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه. ونحن قد عرفنا فيما تقدم من هذه المحاضرة أن قبل قيام القائم وفي عصر الظهور لا يوجد حق غير راية اليماني الموعود، راية أهل البيت، الراية الحسينية المهدوية. إذن التقدم إليها لقبولها، يعني من شاء قبل الحق وتقدم إليه، يعني تقدم وقبل راية اليماني، ومن شاء تأخر عنه. ولاحظ جزاكم الله خير، شوفوا: وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر، القمر طبعا دائما هو الوزير في رواية أهل البيت، كلا والقمر والليل إذا أدبر. الليل هو دولة الظالمين، الغيبة الكبرى، دولة الظالمين من بدايتها إلى نهاية الغيبة الكبرى. والليل إذا أدبر، سوف يدبر الليل. والصبح إذا أسفر، بداية الظهور، عصر الظهور، بداية التمهيد. والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، شبيهة نذيرا للبشر، انذار، انذار للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كيفكم أنتم؟ قبل قيام القائم، اللي يريد يتقدم يتقدم، واللي يريد يتأخر يتأخر وإلى سقر. كيفكم أنتم؟ فهذه الآيات يتكلم عنها الإمام، يقول اليوم قبل خروج القائم، يعني هذا الأمر وهذا الامتحان، اللي يتقدم ويقبل الحق هو من أهل الخير، واللي يتأخر عن الحق هو من أهل الشر. هذه الامتحان، هذه الغربة قبل قيام القائم، يعني قبل قيام الإمام محمد بن الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، يعني في زمن التمهيد، يعني في عصر الظهور المقدس، واللي تقدم أنه لا يوجد حق في هذا الوقت غيره راية اليماني الموعود الوحيدة المنفردة اليتيمة التي لا يمكن أن تتثنى.